بريد عثور ولا بنيه؟ بريد عثور يا سيدي. ولا شهيد ولا شهيد ليش؟ لأنه مبطال مقاتلين 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 يا سيدي. ليش ما بالشهيد؟ ليه ما تشتريش كم مقاتلين؟ أبطال أبطال بيشلوا الجبهة ويحطوا ما بيستشهدوا. أنا مشتيش أبطال، أهل البيت هم الأبطال. تمام، ما عندي أبطال إلا أهل البيت. هم معنا يا سيدي. ولو معنا، أنا أشتي شهداء، شهداء، أين الشهداء؟ أنا أشتي شهداء من بني عذر أو ذات الأبطال. طيب يا سيدي كيف نفعل بهم؟ هم من وراء من وراء يا ابن من وراء؟ من وراء أنا أشتي مثل الشهداء الأولين. أنا شوف أنا أشتي أديها لكم بالوضوح، أشتي أورط القبائل كاملة. كل قبيلة تدي لي شهداء شهداء. كمرحلة أولى نورث ضمائر المدن وبعدها القبائل وبعدها كمرحلة البدن البدن اللي موجودة في القرية وبعدها من كل أسرة أشتي كل الأسر يكون فيها شهيد. فهمت يا سيدي. إذا نشلهم لهناك واللي استشهد استشهد واللي مستشهدش. ما بيش حاجة اسمها ما استشهد أشتي من كل قبيلة شهيد شهيد ثلاثة أربعة خمسة فيش. ما تعرف نصفيهم لك ما عليك. يا سلام. أها وأنت يا ولد وين هذا قرية الدبة؟ على بلاد الروس. قرية الدبة فاضية. اصلا مدري من هم كانوا يزرعوا دبه فاضيه. ايوه ايوه اسمع افهمك القصه. فاضيه في التوزلط ما بيجوش. فاضيه في التوزلط. ايش افعل بالزلط يا كب يا ابن الكب؟ ايش افعل بالزلط؟ انا معي ملايين. كانوا يزرعوا دبه معي ملايين. اسمعك جابرك بالقصه. انا ما مش بحاجه زلط ولا بحاجه لا ابوك ولا أبو. انا اشتي شهيد شهداء. قلت لكم كانوا يزرعوا من اول دبه. مدري من لو هم يزرعوا فراوله ده الحين زلط مثل التراب. اها وبعدها بنجي نقول لهم اين المجاهدين يتو لك زلط ما بيحسبوا حساب. يعني يسحبوا حقهم المجاهدين ويدوا زلط. ايوه بيجلهم بيشتغلوا في المزارع. انا اشتي شهداء، انا اشتي تدي لي شهداء من بني من هذا قرية الدب. تشتي شهداء لازم نتخلص من الفراوله. كيف نفعل؟ ما نشتري خطط. انا بنخطط كيف نفعل لهم خبره. انا اشتي من كل قريه حتى هذه مشوا معانا، مش حتى هذه مشوا معانا، اشتيهم يقعوا اباء شهداء. عندما يجي وقد معي اثنين شهداء معانا ها حتى لو جت الشرعيه قد يقولوا ما حد يقع الشرعي قد عايش صحي يطلعوا ذي غصبا عنه. فهمت؟ هي وش قالوا بني حشيش؟ يا مرحبا يا سيدي وعلي. بني حشيش ما عاد مش داعي انت مسامح. للما يا سيدي مسامح. ما عاد مش ما عاد مش واجب علينا ان احنا ندي يا سيدي وعينيك. من هنا ما عاد من نخرجهم من تحت الارض. من هنا؟ موجودين. وينهم؟ موجودين يا سيدي وعيني. في سبيل الله وفي سبيل اهل البيت. هيا هيا يا سيدي. ايش ما هذول؟ هيا يا سيدي. ونعم 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 ونعم. الله لا وفقك ولا يضح لك بركه. كنت عاد تخلي لهم دول ثاني ينافعوهم. ايش اسمك يا بطل يا وحش؟ حسين. حسين؟ وين ابو حسين؟ اتقاتل؟ اه ليش؟ انت قبل بي من؟ من العدوى. ونعم ونعم. ايش اسمك يا بطل؟ ايش عند امي؟ أي أمك أنا ما أنا أشمك يا ولدي أنا ما أشمك. الله لا وفقك ولا أطرح لك بركة. من هولة ما بلا من هولة. بس أنا خزيت خلي شهرين وانتهى مع أخوه. ما ينفعش يا سيدي خلي مع أخوه يواحي. سدوا سدوا خلاص بزوا من عندي. قال يلا يلا قم 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 قم. هذا إيش تمه؟ يمك الجبهة أقول ما قال يقول يمك الجبهة. هي هي هي. هذا ذي نشتي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ونواصل معاكم الآن في هذا المولد المبارك ونشكر من عمل هذا المولد. وحبينا أن نوصل لكم بعض الرسائل البسيطة. هناك ناس لا يعلمون أين الخطأ من الصواب وأين الصح من الغلط، ففي بعض المزارعين يستبدلون الذي هو خير بالذي هو أدنى. من أين أتيت إلينا بهذه الثقافة الدخيلة على البلد؟ الفراولة. أتزرعون الفراولة ولا تعلمون ماذا أعد لكم الله في جهنم؟ إنها من طعام أهل النار. أو ما سمعتم قوله زقوم جهنم؟ ما هو الزقوم؟ إنها الفرولة الذي تغرس في بلاد الروس. فرولة خبيثة رجس من عمل الشيطان. اقتلعتم الدب واستبدلتموه بالفرولة ويدا لكم وإلى ما تفعلون. نعم الزلط. أي زلط يا ابني تدخلك إلى جهنم؟ ففي الدب خير كثير فهو من طعام أهل البيت ورسول الله.
ففي كل المعارك ورد ذكر الدبا، فهو يقوي الجسم ويزيل العطش ويطول العمر. أما الفرولة فهو لونه كلون الدم، أو تأكلون الدم في أفواهكم؟ تبا لكم ولما تأكلون. حبيت أن أحذركم، لماذا؟ لأني أعزكم والله. ابتعدوا عن كل المعاصي، ابتعدوا عن كل الفرولة، وعودوا إلى التبة. لا نريد أن تنشغلوا بالفرولة وتتركون الجبهات وآل البيت. اهتموا، اهتموا بآل البيت وبالجهاد وبالجبهات، فوالله ما قامت لنا قائمة. الفراولة بتاع الفراولة، الفراولة بتاع الفراولة. من مالك يا أخي؟ ما دخلك لأنا؟ معو اسمعوا، عدشتوا ورطوكم تتركوا بلادكم ومزارعكم، وبدل ما تزرعوا فراولة وتين وزيتون ورمان تزرعوا عيالكم. انتبهوا يورطوكم مثل ما ورطوا القبائل الثانية. يلا أقول لكم الجنة، اشتشوا هذا، اشتشوا هذا، الجنة قديمة لينا، من يرى شو هذا؟ خلونا الشعوب الثانية اليمنيين مليانين الجنة، خلونا المصريين، خلونا السوريين، خلونا شو هذا؟ حاضر بدو على مجال حتى الحراس إن شاء الله. لكم صلاة يا سيدنا محمد. سيدنا محمد والله صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نرجع إلى موضوعنا، ما عليكم من هذا المجنون؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل. يكفي يكفي يا شباب، يكفي يكفي صلاة، يكفي اللهم صل على، يكفي صلاة، توقفوا انتظروا أنا بنحذر. اللهم صل على، يكفي صلاة، انتبهوا يا أنا بنحذركم محبة لكم محمد. يا أصحابنا خلصوا، يا أصحابنا محمد، يا أصحابنا محمد، يا محمد، والله العظيم ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.